بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السوق في المجال التقني اليوم هو يحتاج لإعادة النظر وقراءة المشهد قراءة اقتصادية، تمام، وبالتالي الوصول لإبراز الاحتياج لوجود منتجات وخدمات منظمة اقتصاديا وليست فنيا كما هو قائم. والاقتصاد هو الركيزة الأساسية التي ستستدعي المتطلبات لاستقرار المجال التقني الذي هو ليس مستقر حاليا مقارنة بكل القطاعات الأخرى، سواء كانت الغذائية أو الرياضية التي فيها استقرار جيد، ولكن في المجال التقني غير مستقر. فأنا الآن بعكف من فترة أنه أحاول قراءة المشهد الفني والمشهد الإداري في المجالات الأخرى للاستفادة من الاستقرار الفني والإداري والاقتصادي الموجود في المجالات الأخرى، تمام. وفي هذه الرحلة اكتشفت أهمية وقيمة بعض أفكار المنتجات زي الطعمية و زي حتى في المجالات اللي هي تعتبر لا تعود بالفائدة زي الشيشة زي التسالي، ولكنها منظمة إداريا وفنيا ومعروفة لدى العميل بطريقة مستقرة، تمام. هذا الاستقرار ليس موجود في المجال التقني. نحن اليوم بحاجة إلى التعرف على عمق المنتجات الاستهلاكية، عمق المجالات الأخرى، والاطلاع على ترتيبها وتنظيمها الإداري، ترتيبها وتنظيمها الفني الذي هو في الأساس اقتصادي. والمعرفة فيها هي تسلط الضوء على المجال التقني لكي يستفاد من هذه التجارب في تعزيز الاستقرار في المجال التقني. والاختلاف في فكرة ومواصفات وتاريخ المنتج في جميع المجالات من بلد لبلد هو مختلف، ووصل لهذه المرحلة من الاستقرار عبر سنين طويلة، يعني ليست يعني شيء حدث في سنة أو سنتين، ولكن تراكمي محوري حول عميل أو زبون في هذا البلد مرتكز على ثقافته وبيئته اللي هي مفروضة عليه، تمام. لذلك موجود الاختلاف، هذا الاختلاف الموجود في جميع القطاعات اللي توفر الخدمة والمنتج للزبون تختلف باختلاف الموقع واختلاف العميل لتلامس احتياجاته. ونفس الكلام ينطبق حتى في المجالات التي تعتبر هي غير ربحية أو ليست ذات فائدة وإنما ذات يعني طابع تسلية، تمام. فالدخان حتى في استهلاكه مختلف، القهوة حتى في استهلاكها مختلف، تمام.
نفس الاختلاف هذا موجود في الرياضة. في الرياضة برضو مختلف الرياضة، ولكنها في 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 هدفها هي كلها نشاط رياضي، ولكن في أدائها في اختلاف. تمام. فلذلك إيجاد منتج تقني لابد أن يبدأ بقراءة المشهد القائم ومعرفة أصول المهنة الموجودة ومحاولة محاكاة الواقع، وليس فرض الحلول من مجتمعات أخرى عبر التركيز على المتطلبات وإهمال الاحتياجات الحقيقية الملحة للعميل، التي حتى العميل لا يفهمها، ولكن متى ما تحصل على المنتج أو الخدمة التي تلبي احتياجاته وتغطي متطلباته سيكون هو يشعر بالسعادة والارتياح والامتنان، وهذا هو الهدف الذي يجعل من بعض الأسئلة البسيطة أسئلة تحتاج وقت للإجابة وتحتاج كثير من البحث ومزيد من الجهود من منابر مختلفة لمحاولة الوصول لتوصيف سليم لاحتياجات المنتج والخدمة في المجال التقني، مبني على حتمية الاختلافات الموجودة مقارنة بكل المجالات الأخرى. فلكل بلد اختياراته المبنية على الاحتياجات التي تلبي المتطلبات القائمة. لذلك اختيار هذه المتطلبات بناء على الاحتياجات من جميع الفنون، وبالتحديد من المجال التقني، عملية بالغة التعقيد ولكنها ملحة، وتبدأ من فهم بيئة العميل وفهم طبيعته واحتياجاته الحقيقية، ومن ثم اختيار ما يناسبه. تمام. وهذا في المجال الأدبي هو شبيه بحساسية دور الكاتب الذي له وعي بالقارئ، ودور الملحن الذي له وعي جيد بالمستمع. وإن كانت العملية سهلة في الكتابة، الكل يستطيع أن يكتب، التلحين ليس عملية صعبة، ولكن مع سهولة التنفيذ إلا ضمان الوصول لتلبية الاحتياجات عملية شاقة جدا، وتحتاج جهود متكاملة ومواهب تصب في هذا الاتجاه. وفي المجال التقني أيضا يوجد اختلافات في المسالك وفي الشريحة المستهدفة ونوعية المنتجات وآلية تطويرها ودعمها. تجد أنه متطلب معين له أكثر من منتج وأكثر من خدمة متاحة، ولكن اختيار الأنسب هذه هي العملية الصعبة التي ستبدأ من إثراء المعرفي بالواقع المستقر في المجالات الأخرى. الهدف في هذا
المجهود هو تلبية الاحتياجات أولا ثم المتطلبات. اثنين، الإسهام في استقرار المجال التقني، استقرار المجال التقني بحيث أن الشخص يعمل ليتقن وليس أن يعمل فقط ليعيش. تمام، هو الواقع الموجود في مجال التقني حاليا أن الكثير يعملون لكي يعيشوا وموجودين في دوامة لا منتهية من التعليم ومن التطوير المستمر، بينما الإتقان هو يستلزم الثبات على اتجاه واحد، على طريقة واحدة، على أدوات ثابتة لكي يصل الإنسان إلى الإتقان. في ظني أنه في المجال التقني أغلب الذين يعملون فيه لا يستطيعون الوصول للإتقان بسبب التغير المستمر في الأدوات والمنتجات والخدمات المطروحة، وهذا الحال مشهود في الشرق الأوسط ولكنه ليس بالضرورة موجود في بلدان أخرى التي استوعبت هذا التحدي وأوجدت الحلول لهذا. ناهيك عن المجتمعات التي أنتجت هذه التقنية، هي على علم في هذا الموضوع وهم مستقرين في هذه الجوانب، ونحن الآن في الغالب مستهلكين لهذه الخدمات والمنتجات. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.